ما هو تفسير الآية الكريمة يخرج الحي من الميت؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ومعنى قوله تعالى يخرج الحي من الميت أي أنه سبحانه وتعالى يخرج الحي من البشر من نطفة، ويخرج النخلة الباسقة من البذرة، ويخرج السنبلة من الحبة. وقد قالت العرب للزرع والنبات والشجر حيا طالما كان غضا، فإن صار يابسا سموه ميتا. لهذا يقال للزرع الأخضر الخارج من الحب اليابس بأنه إخراج لحي من ميت. وقد أورد العلماء أيضا أن الإخراج يكون على نوعين، إما مادي كالزرع وغيره، أو معنوي كإخراج المؤمن من الكافر والعالم من الجاهل. وقد ورد ذكر خروج الميت من الحي في موضع آخر في سورة الروم في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقد أورد الضحاك تفسيرا لهذه الآية مبينا أن الرجل يخرج من النطفة وهو حي، والنطفة ميتة، وتخرج النطفة وهي ميتة من الرجل الحي. وهناك من قال إن الإفرازات التي تخرج من الجسم مثل الحليب هي ميتة ولا حياة فيها، تخرج من الإنسان وهو الحي.